بأن الجمعية تعطوا اللي تيمشيو بيعهم لهرية، تعطوا العائلة، تعطوا داكشي اللي ما نبغاو. كان دابا انتخابات كنا ما عرفتش شنو جابوا العين حرودة، حد ديك الساعة باغي نحاسهم. السلام عليكم. أول حاجة تنشكروا شوف تي في، ديما تنصيفطوا لهم تيستقبلوا الدعوة ديالنا، مشكورين على الدعوة ديالنا. المشكلة أختي حنا تتعرفوا هذا شهر الغفران وشهر رمضان، كاينين كاين الناس اللي ما في حالهمش، وكاين الناس ديال التسامح، والناس ديال هذا هو الشهر اللي تنقولوا حنا الشهر ديال المساعدة الإنسانية. وانتم تتعرفوا كاينين شي ناس تيمشيو للشركات العين حرودة تيجيبوا القفاف وتيفرقهم في جوايه بعيده، والناس ديال حرودة تيعاني، وكاين الناس اللي ما عندهمش، كاين الناس اللي تعايشين من البحر، كاين الناس اللي عايشين من التبوعيره، كاين الناس اللي كل شيء باش عايش. حنا عين حرودة تقريبا كل مدينة قروية وكل أحياء قروية، ومن نفس المشكل بأن الشركات ديال حرودة هما اللي تيساعدوا شي جمعيات، تيساعدوا شي مساعدين، ولكن ملي تنجيو نشوفوا تلقاو القفاف تيمشيو لمناطق أخرى خارج على المنطقة. وهنا تناشد عامل الإقليم وتناشد جميع الشركات ديال حرودة باش على الأقل أضرار إلا بغاو شي شركة تعطي الكفاف تعطيها للسلطة، السلطة اللي تفرق ماشي الجمعيات، بأن الجمعيات تعطوا تيمشيو بيعهم لهرية، تعطوا العائلة، تعطوا داكشي اللي ما نبغاو. هنا تناشدوا دائما السلطات باش هما اللي يراقبوا هاد السيادة. بيان سو غيبقى فينا الحال، انتم تتعرفوا بأن ماشي كاينين الناس اللي شوية مسك عليهم الله، ولكن كاين واحد الناس اللي ما عندهمش، هذا هو المشكل، كاين الناس اللي ما عندهمش والناس اللي محتاجين، والناس اللي محتاجين ديك المساعدة. وسيدنا دائما توصي على الناس فقراء، وخاص الناس فقراء هما الاولين. بعد على الاقل ملي تصيفط لواحد فقير ما عندوش وادي كدا تصيفط ليه ديك قفل، غيفرح حتى هو، غيحس بان عندهم، كاينين الناس مسؤولين، كاين الناس عندهم غيره، كاين الناس تيحبوا الوطن، تما تزيدوا يحبوا الوطن اكثر. هادشي اللي كاين، اما باش تسد القفه ويمشيو يبيعوها في الهريات ويمشيو يبيعوها لهي ويمشيو يبيعوها هوك، هادشي لا. كانوا جوج الناس ما نكذبش عليك اختي، كانوا الرئيس السابق ديال جامعه عين حرودة كان تيدير هاد المساعده وهادشي ديال الخير، جزاه الله خير. وكاين الرئيس دابا الحالي تا هو تنشكرو اللي دائما ولد القبيله تيديروا هاد المساعدات هادو، ولكن دابا الشركات ديال حرودة تما خاصهم يعاونوا هاد الناس هادو باش على الاقل الاضرار عين حرودة تزيد الى احسن من رام للناس الفقراء. كاينين الناس اللي ما في حالهمش اختي، كاين الناس اللي ما في حالهمش ما يقدوش يخرجوا يقول لك يطلبوا تدرم، ضحكه بهم حتى العظام ما يقدوش يخرجوا يطلبوا تدرم، فيهم عندهم النفس ما يقدوش يقولوا لهم يعطيونا. كاين الناس اللي ما عرفت مضروره ولكن ما يقدوش يخرجوا. كنا تناخذوها كل سنه صراحه ما نكذبوش، كل سنه كنا تناخذوا القفه هذه، القفه هذه تناخذوها كل سنه، وديما تناخذوا هاد القفاف هادو صراحه. وهاد الموسم هذا شفنا الامور ما كاين حتى حاجه على الناس فقراء، انا ما بغيتش ابقى في حال الناس فقراء، الناس محتاجين، الناس متضررين، بان كاينين الناس يمشيو للشركات ياخذوا كفوف وتيمشيو فرقهم في بلايص اخرى بعيده، ومجتمع مدني، وكاينين بعض شي مستشارين سمعهم الله في المجلس تيبغونا غير في الانتخابات، ما تيبغوناش في وقت الحزه. الناس اللي محتاجينهم دابا في الاعياد وفي العواشر وفي رمضان باش يعاونوهم، ولكن في الانتخابات تيبغيونا. حقك كان دابا انتخابات كنا ما عرفتش شنو جابوا العين حروده، حد ديك الساعه باغي نحاسهم بصح. بيان سو تعرفونا في ديك الفتره، وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يشوف من حالنا ودوز لنا الشهر الكريم بالغفران وبالرحمه وبالتسامح. وتشكر جميع الناس المتطوعين في هذا الشهر هذا اللي تضحيوا في سبيل الفقراء والمساكين. وتحياتي لشوف تي في، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.